نحن في مايو 2019 وصل إلى مكتبي في خور مكسر بعدن الأخ رئيس القائم بأعمال رئيس هيئة موانئ البحر العربي الأستاذ سالم باسمير. نعم. ومع أحد المستثمرين اللي يدعى المستاش أو على ما أذكر. نعم. ومعهم أحد الأخوان الآخرين ويدعى السقاف من محافظة حضرموت. وعرضوا علي مذكرة التفاهم بين الهيئة وبين هذا المستثمر على إنشاء الرصيف لاستخراج الحجر الجيري وتصديره من هذا الرصيف. نعم. طبعا أنا لم أكن أمانع في الاستثمار لأن البلد في حالة حرب والدولة ضعيفة جدا ومواردها شحيحة. نعم. كنت أنا أريد المستثمرين يأتوا ليمتصوا جزء من البطالة وأيضا ليوفروا للدولة بعض الأموال. وكان هذا المذكرة التي وقعت بين الهيئة بقيادة الأخ باسمير وبين المستثمر هذا تنص على إنشاء رصيف لكي يصدروا من هذا الرصيف الحجر الجيري. وطبعا هي مذكرة التفاهم ليست اتفاقية لأنك كما تفهم. نعم. مذكرة التفاهم هي مقدمة لتوقيع اتفاقية بين الطرفين. صحيح. الاتفاقية تذهب إلى مجلس الوزراء ليصادق عليها مجلس الوزراء ثم تذهب إلى البرلمان للمصادقة ثم يصدر بها رئيس الجمهورية قرار أو قانون. نعم. هذا هي الإجراءات المتبعة وأعتقد اللي جرى في 2019 جرى ضمن هذا الإطار. لكن اللي فوجئنا به اليوم إنه هناك اتفاقية بمبالغ ضخمة جدا. نعم. وإنشاء ميناء ومصادقة مجلس الوزراء وطبعا في الظروف الحالية ظروف الحرب اتفاقيات من هذا النوع. نعم. يعني أنت تقصد أن هناك اختلافا عن المذكرة التفاهم التي وقعت بحضورك وأنت زودتنا بنسخة من هذه المذكرة عبر الشريف وزارة النقل تظهر فعلا هذه المذكرة بعنوان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل رصيف لتصدير الحجر الجيري ويظهر أيضا الطرفان الموقعان عليها الطرف الأول مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والذي وقع عنهم سالم باسمير والطرف الثاني شركة أجهام وقع عنهم علي محسن حسين ناصر بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. ولكن يعني معالي الأستاذ صالح الجبواني هناك من يقول أنه ربما هذه الاتفاقية أو هذه المذكرة التي أنت وقعتها هي المقدمة الشرعية للميناء الذي الآن يراد إنشاءه في قشن. يعني وضح لنا الفوارق تحديدا بين الأمرين. الفوارق أن هذه مذكرة تفاهم بين المؤسسة المعنية وهي مؤسسة موانئ البحر العربي وبين الشركة المستثمرة. وهذه المذكرة تخص فقط تصدير الحجر الجيري وليس أي شأن آخر. الشيء الثالث هذه المذكرة هي تمهيد المذكرات التفاهم ليست اتفاقيات. نعم. ومذكرات التفاهم ليست ملزمة قانونا لكنها تمهيد لتوقيع اتفاقية أي أننا لا نتفاوض مع جهة أخرى أو شركة أخرى ونحن موقعين مذكرة التفاهم مع هذه الشركة إلا إذا ألغينا هذه المذكرة. وهذه المذكرة تنص على استقلال لمورد اقتصادي محدد بالضبط والاتفاقية ستوضح الميزانيات. الاتفاقية ستوضح كيف سيتم استخراج الحجر الجيري لأن الأمر سيرتبط أيضا بمحافظة حضر المهرة وسيرتبط أيضا بهيئة البيئة وسيرتبط أيضا بهيئة الاستثمار لأن المسألة فيها تصدير خارجي. نحن اتفقنا على أنه هذا الرصيف فقط يكون لغرض تصدير الحجر الجيري بعد توقيع الاتفاقية واستكمال كل الإجراءات القانونية. لكن يعني أين التقصير بخصوص معرفة وضع شركة أجهام التي هي مقرها في الانتقالي ومن يترأس إدارتها هو من أعضاء الانتقالي؟ يعني هل هو من وزارة النقل أم من مؤسسة الموانئ؟ هو الأمر كان بين مؤسسة الموانئ البحر العربي وبين هذه الشركة وهم
جلسوا يتفاوضوا فترة من الوقت. وأنا أعرف الأخوان في حضرموت حريصون على إنجاز مذكرات تفاهم مستوفية للشروط القانونية، وأيضا لا يمكن أن يضعوا مداخل لكي تتسرب منها أغراض مشبوهة أخرى. وأعتقد أن المذكرة وهي بين أيديكم، وأنا احتفظت بها في أرشيفي الخاص من تلك الفترة. نعم. أعتقد طبعا هي في أرشيف الوزارة أكيد نسخة. أعتقد أن النشاط الاقتصادي مطلوب، لكن النشاط الاقتصادي الواضح الذي يجري ويجري حسب الطرق القانونية والذي تشرف عليه هيئات الدولة. أما كلفة اتفاقية لبناء ميناء في قشن 100 مليون دولار و يعني مشتركة ويخضع للإمارات، هذا دخلت فيه السياسة، وأيضا أي أمر تدخل فيه السياسة وتدخل فيه الإمارات وهي الآن تحتل ساحل حضرموت، نعم، فإنه أمر مشبوه بكل تأكيد.